ده كتير قوي. كتير عمرك سمعتي رد كده؟ كتير كتير قوي. مش ندمت، عمري ما ندمت على حاجه عملتها، بس اتظلمت كتير، اتظلمت الى حد ما كتير. وكنت دايما بقول نقطه الضعف هي نقطه القوه عندي، ولازم اكمل عشان الحياه لازم تستمر. يمكن ساعات وانت ماشيه كده تقابلي حاجات ما تبقيش انت متوقعاها ابدا ابدا، وتبقى بعيد عن خيالك، وتبقي انت حاسباها بحسابات تانية، فبتتصدمي وبعد كده ترجعي تفوقي، فما بتكرريش ده. بس اكتر حاجه ممكن اندم عليها، لا بس بزعل من الظلم. طيب هلا يعني في مشاكل دايما بالوسط الفني، هنحكي على اداره الاعمال، ما هي بتحس مشكله تحس ما انه يمكن مشكلتها بالفن هي اداره الاعمال؟ ما هي بتلطم يا جماعه. الكاميرا بتاعتي فين؟ دي دي حسبي الله ونعم الوكيل. شو طب قولي لهم حاجه، يعني قولي لمدير الاعمال احكي له كل سنه وانت طيب يا باشا. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب. لا حرام، احنا في ايام فضيله. لا طبعا ودايما لا، يمكن هي دي مشكله كل معظم الفنانين دلوقتي. صحيح. لكن انا الحمد لله ما كانش كان عندي مشكله دي في الاول. لكن انا لما باجي اتكلم عن ده مش بتكلم عن مي سليم بس، انا بتكلم عن جيل كامل. جيل والله بجد. صحيح. احنا يعني الحمد لله ان انا ربنا يعني كرمني بناس كويسه. لكن لما اجي اتكلم مثلا عن ميس، عن فنانين صحابي، صحابك بجد بحس ان هم عندهم مشكله كبيره جدا في الموضوع المشكلة. ده وبيضطروا ان هم يروحوا لاي حاجه. زي ما بتقولي ان حد يجي يضحك على عقلك يقول لك انا وانا هعمل لك عضلات هيك اول ما بتشوفيه، وبعد كده هو شكرا مع السلامه مع السلامه، ولا له خص.